يلا يا ست، يلا يا ست بسرعة شوية. من فضلك ممكن؟ طويل قوي، محسوبك ابو فتوح الشمشرجي، كوميسيونجي متنقل عموم الجمهوريه، كسيب. على فكره شكلك كده بنت ناس طيبين، دي احسن حاجه عملتيها انك جيتي قعدتي جنبي. ضل راجل ولا ضل حيطه؟ واحد لازم يخلي باله من الحرام، ما خلاش تبني الحياه حاجه. مش تساعديني بكلمتين بقى ولا ايه؟ هو انت محتاج حد يساعدك؟ ده انت بربنت كلام. حلوه حلوه. ملعوبه ملعوبه او كده. افريدي مفيش داعي للكسوف، احنا خلاص بلاش اغراض. بس بيني وبينك انا ما صاحبش غير الناس الهاف لايف. وحضرتك بقى متجوزه؟ احسن لك تقوم من هنا حالا. هم راح فين؟ ده انا مسلي قوي، ما عنديش فكرة. طب اخرس خالص. اه ده انت زهقت بقى قوي 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 قوي. كلهم في الاول بيزهقوا مني كده، لكن بعدين بقى مش هقولك على اللي هيحصل عشان يبقى مفاجأة. تعرف ان ما قمتش؟ هكسر دماغك. يا سلام، ايه كسر دماغك دي؟ انا مش هقوم، واللي مش عاجبه يقوم هو. ما انتش خايف؟ خايف؟ اقعد هناك. نعم؟ أي خدمة؟ في كرسي هناك، روح اقعد عليه، فاهم؟ وأنت إيه اللي جابك هناك لهنا؟ عايز أقعد جنب مراتي. نعم؟ مراتك؟ حقك. أصل كنت يعني باخد، هي كانت بتطول شوية في الكلام، بس أنا كنت بأثر معاها، إنما هي لأنها هي مدام مراتك. اتفضل. عايز اقول لك حاجه. نعم. متشكره. انا ما عملتش كده علشانك، انا عملت كده علشان صوته كان بينرفزني. عبد الله على السلامة. عبد الله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا أخويا، إزاي وإزاي الأولاد؟ من فضلك ده آخر خط. أيوه. وهننزل في المطرة دي إزاي؟ أمال هتباتوا هنا؟ هو لو سمحت، لو سمحت يعني الأتوبيس التاني هيقوم إمتى؟ أنتوا رايحين فين؟ رايحين مصر لو سمحت. هنطلع 7:30 الصبح. وده معقولة تجيبوا الناس في نص السكة وتسيبوها؟ يا ستي مواعيدنا كده. طب لو سمحت، لو سمحت يعني مفيش حته نبات فيها؟ اهي اللوكان ده قدامك ايه هناك، ما تخلصونا بقى عشان نقفل العربيه. اتفضلوا. طب لو سمحت، لو سمحت، هو اتمنى ربنا ما يديكش وطول. الله تفتروا بيه على العالم. ايه يا استاذ؟ تيجي تكلم الناس يبقى كلمها كويس. ايه يا استاذ؟ ولا عشان انت طويل يعني تقول لنا مش عارف ايه وكاين ايه؟ فاهم ولا ما انتش فاهم؟ فاهم لو سمحت ولا لا؟ عايز افهم انا. يلا امشي بقى، مع السلامه. انت عارف السكه كويس، بس ادفع الحساب الاول. اتفضل يا زين، الفلوس اهي، كل واحد يحترم نفسه. تصبح على خير. وانت من اهله. بقول لك ايه، لو سمحت يعني، لو سمحت اصلا عايز اوضه، فالاوضه هنا بكام يعني لو سمحت؟ جوه ولا بره؟ فوق ولا تحت؟ تفرق ايه لو سمحت؟
انا متاسف قوي على اللي حصل مني. حصل خير؟ ما كنتش اعرف انك متجوزه، كان لازم تقولي لي. انا كنت مشغول بيكي قوي، بس يا خساره يقول لي متجوزه، ما عندكيش حظ. اصل هي محسوبك بقى. يلا ورايا. اتفقتوا؟ لا. ان شاء الله ترتاحي انت والافندي بتاعك. الله. انت واقفه بتعمل ايه عندي؟ هتبات هنا طول الليل؟ تعالي. حلو قوي صاحب اللوكاندا ده. ده موهوب. على فكرة أنا سمعت حاجة كده ما عجبتنيش. إيه؟ إيه بقى حكاية الأفندي بتاعك ده؟ نسيت أقول لك. أصل أنا قلت له إن إحنا متجوزين. أطير أنا بقى من الفرح. نعم؟ أطير أنا بقى من الفرح إن إحنا متجوزين. المفروض يعني إنك أنت تطيري من الفرح. ما تطيريش من الفرح ليه؟ أو على الأقل تيجي تشكري هنا حد. الله العظيم. غرورك ده ما حصلش. أمال غرور سيادتك أخباره إيه؟ أنت مكشوف وخططك مكشوفة قوي، وأوعك تفتكر إنك أنت تقدر تعمل أي. أقول لك إيه؟ لو كنت فاكرة أنا بهتم بيك عشان حاجة معينة، شيل الحكاية دي من دماغي خالص. أنت بالنسبة لي مجرد خبر. أوعى تكون صاحبي. انت مش عايزه تروحي المحيي سالم؟ انا هوصلك للمحيي سالم، بس بشرط تحكي لي حكايتك كلها يوم بيوم، من اول ما اتولدتي لغايه دلوقتي. الحكايه دي هتفيدني كتير، مغريه بالنسبه لي، عجباني شخصيا. مش هحكي حاجة ومش هبات معاك هنا هو الليلادي. دي عملية حسابية، الأوضة إيجارها جنيه، وأنا آسف أقول لك يا زوجتي العزيزة إن ميزانية العيلة لا تسمح بغير أوضة واحدة. متشكرة قوي قوي، وعندك حق. بلاش التفكير اللي انت بتفكري فيه ده، بره في مطر كتير وفي ديابه. عارفه يعني ايه في ديابه؟ اختاري لك اوضه من الاثنين. انا شخصيا هختار الاوضه دي، اصلا انا احب انام لوحدي. مش احسن كل واحد ينام في اوضه لوحده؟ يعني تفتكر ان الملايه دي هي اللي ممكن افتكر الملايه دي خلي كل حاجه تمام التمام، زي سور عكا. يا سلام. ايه سور عكا ده؟ لا انت ما تعرفيش سور عكا؟ لا. سور عكا ده كان سور كبير وتخين، تخين قوي وكبير قوي، كل الجيوش اللي في العالم ما عرفوش يهد السور بتاع عكا ده عشان يخشوا عكا. واد بره عكا، واخد بالك، حب بيته جوه عكا، يعمل ايه؟ عايز ينط السور الكبير ده، عنده زماره، زمارة قد كده اهو، قاعد يزمر بالزمارة، لغاية السور عكا ده ما تداعى وراح داخل للبيت حبيبته. ادي حكاية السور عكا. يا سلام. ايه مش مصدقاني ولا ايه؟ الملاية دي بقى اجدع من السور عكا. شفت بقى يا ستي؟ جيوش العالم كلها ما قدرتش على السور عكا، وزمارة قد كده قدت حيله. انت متنحة كده ليه؟ عايزة تعرفي الرجالة ازاي بيقلعوا هدومهم؟ مفيش اتنين بيقلعوا هدومهم بطريقة واحدة، زي بصمات الأصابع. احكي لك حكايه. كان في راجل ساكن قدامنا، كان شباكنا يطل على شباكه، يفضل لابس طربوشه لغايه ما يقلع كل الهدوم بتاعته، وكان منظره يهلك من الضحك. بعد سنتين اكتشفت الحكايه، كان اقرع. انا بقى احب اقلع هدومي حسب نظريه فرويد. اقلع البنطلون الاول. ايه
طمني سرعتك في الكفاية. انت متأكد ان ما معكش زمارة؟ لا معايا أرغول. طب تسمح تدفي النور؟ النور. طيب ممكن تشيل الغسيل ده من على صورة عكا؟ حاضر. واحد مش ناقص بلاوي. انت اسمك ايه؟ ايه؟ تكلميني؟ انت مين؟ ممدوح امين. ممدوح امين ده اسمك؟ لا ده وظيفتي شغلي بشتغل ممدوح امين. مش عاجبك ممدوح امين؟ على العموم اقضي الليلة دي تحت اسم حرم ممدوح امين وبكرة الصبح بيرجعهولي. تشرفنا يا سيدي ممدوح امين. حاجة عجيبة جدا. أول مرة في حياتي أشوفك النهاردة الصبح. ونتجوز مرتين. شكلك مستعجلة أوي للذهاب إلى القاهرة. خير. تصبح على خير يا ممدوح أفندي. وأنت من أهل أم سيد. أم سيد. لو أكون بالشخانة وأنت نايمة أم سيد. سيادة حكم دار وصل يا فندم. ها؟ خليه يتفضل حالا. أهلا سيادة الحكم دار. أهلا أهلا. اتفضل. إيه يا سيدي بقى المسألة الخطيرة اللي شغلتني بيها دي؟ بنتي سارة. خير. اختفت مع إنها كانت لسه موجودة في البلد. طيب اهدى اهدى بس واحكي لي الظروف بالظبط. اتفضل. أنا هحكي لك كل حاجة بس بنتي لازم ترجع فورا. تمانية. خذي. الله فرشة سنان. مرسي مرسي قوي. ايه ده انت كويته؟ يلا قوم بسرعة الفطار جاهز. كويته فين؟ بقولك ايه يا ام السيد. عد الغط عشرة. لو مقمتيش حاجة اشيلك من على السرير. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. خلاص قمت. فين الحمام؟ نعم الحمام. حمام. شوفي
انت هتفتح الباب تخش يمين، بعد ما تخش يمين تخش شمال، تفضل ماشي في الشمال ده على طول، هتلاقي في الاخر عسكري مرور. عسكري المرور ده جنبيه محكمه، تحت المحكمه في ولايه بتقلي طعميه، جنب الولايه اللي بتقلي طعميه في واحد بتاع تين شوكي حواليه زحمه، ورا الراجل بتاع تين الشوكي ده هتلاقي خرابه. هناك انضف من اللي بره. بس انا ما اقدرش اطلع بره كده ابدا. طب تلبسي ايه؟ تلبسي ايه؟ خلي خليك معايا بقى امال عشان ايه؟ ايوه. بقول لحضرتك ايه؟ اساسا في حد في عليكم كان مخبر؟ من فضلك مش هو ده الدبليو سي؟ ايوه هو ده الدبليو. متشكره. تعالي هنا بلاش حركات، رايحه فين؟ مش ده التواليت؟ ايوه بس بالدور. دور؟ ايوه ايوه زي الجمعيه، اتفضلي في الصف لحد ما يجي دورك. بس انا ما اقدرش استنى لاخر الصف. يا اختي اتصرفي، بس بعيد عن دوري. ايه ده؟ اقفلي اقفلي. بريه منكم يا نسوان البعض، روحي كده. اللي اتأدب ما بقاش في دم ولا احساس. نعمل ايه؟ الغربة بترمينا على اللي يسوى واللي ما يسواش. طب صبري يا ستان. ايه؟ خش يا اخوي. على العموم حصل خير. ما كنتيش عامله حسابك على رجال. لابسه هدوم ويا حلوه. صعب اني الاقي عليك قوي. انا بقى اصلا فاهمها وهي طايره. ده ما بيسموه حب احلى من الحب، صح؟ لا غلط. حلو، يبقى هنوصل. ناخد وندي مع بعضينا في الكلام. انت عارف انت لو ما مشيتش من هنا انا هعمل فيك ايه؟ خير. هندهله يقطعك حتت حتت حتت، يخليك ترانشات. ما كلهم بيعصبوا معايا ليه؟